السلام عليكم الأصدقاء. اليوم غادي نرسم واحد الموضوع جديد، هو قراب مغربي بألوان أكريليك. غادي نديرو طريقة سهلة وبسيطة بالناس اللي بغا يتعلموا يرسموا، اللي المهم نبسطوا الأشياء. غادي نركزوا على القراب بزاف وغادي نبينوا ليه دوك لي ديتاي ديالو وداكشي. المهم غنصايبو غير لوحة سهلة وربما الطريقة تفيد الناس. هنا كيما كتشوفوا غندير واحد الدائرة صغيرة، زعما نحدد بها الوجه في البلاصة الوسط ديال العمل الفني. كتخلي نفس القياس من جناب وكدير الوسط واحد الدائرة صغيرة وكتقسمها على ثلاثة بنفس الطريقة. الخط الفوقاني غيكون ديال الحجبان هذا اللي من غير، لأن القراب غيكون ديال داك الترازة. غنديرو خط ديال الحجبان اللي غيكون تحت من العينين، تحت منه نفس المسافة خط ديال الأنف، وما بين الذقن والأنف غيكون داك الفم. طريقة سهلة بحال اللي درنا في الدوائر قبل وصايبنا بها الوجه. كما قلت لكم يكون بقراب طريقة بسيطة وسهلة وصافي. غادي نخدمو وغتشوفو الطريقة، نبسطو الأمور فيها وتشوفو كيفاش دايره طريقة العمل. لو بغى مثلا يرسم شي واحد قراب ولا شي حاجة، الطريقة سهلة. كنبقى نحدد هنا، ملي كدير بالفيزان كتبقى طراسير، الا خطأتي كتمحيه ماشي مشكل، تكون حداك القومة ومحي وتا. غير مع الممارسة مع المدة ما كتبقاش كتبلس حاط الكروكي. هو هذاك كاين طرق بزاف باش دير الكروكي، ولكن الأساس هو أنك تتعلم دير الكروكي بالطريقة اللي خاصة تكون، ماشي مثلا دير فوتوكوبي ولا دير مربعات ولا دير الطريقة هذه. تتعلم دير الكروكيات مزيان، تبقى تريني مزيان أنك تبقى تشوف الأبعاد وتشوف داكشي فاش محطوط، وماشي مشكل إلا خطأت نعاود عاوتاني من جديد. مهم باش كتكون مبني على اساس. انا التخطيط هذا ما يكونش صعيب بزاف، راه ساهل نحدد وصافي. كنشوف من واحد التصويره مثلا، غناخد منها اي واحد 50% التصويره، ما غاديش نركز عليها بزاف. غادي كنبقى نشوف التصويره وكنحط دوك الخطوط اللي كنحدد بهم فين غندير الالوان من بعد. هاي راه طريقة سهلة وبسيطة، زعما اللي بغا يرسم يرسم ما يعقدش الأمور. غتكون عندك واحد الصورة حداك كتشوف منها صافي، وكنت دير كيما قلت لك الأخطاء تيعاود من جديد عاوتاني، راه الأخطاء الناس كيتعلمو الناس. أنا هنا كنشارك معكم هاد الطريقة هادي هاد الرسم، وربما يستافدو الناس، ربما تفيدهم الطريقة هادي تبسط لهم الاشياء باش تولي عندهم الرغبه انهم يرسموا، انهم يطوروا الاساليب ديالهم. كما قلت لكم هنا كيجي داكشي الوسط، حتى قبل ما ترسم كتحدد فين غدير فين غترسم. المهم كتجي للطابلو ديالك، كتجي الوسط ديالو، ولا غتصايب مثلا يقرب واحد ولا شي، كتجي الوسط باش يجي داك الشكل في الاخر مزيان، يجي محطوط في بلاصتو صافي. هنا راه العينين ما غنبينوهمش، انا غنديروا باس العينين، غنديروا واحد الظل مثلا واحد الدرجة ديال البني شوية غامق، صافي هادشي اللي غادي نديرو. هنا الطريقة بسيطة، ما نركزوش بزاف على القراب وعلى دوك الأجزاء ودوك التفاصيل ديالو بزاف. أنا غنخدمو بواحد الألوان اللي شتينا، حطيت زراق وحطيت الحمر وحطيت صفر، وحداهم الكحل، وخا ما نخدمش كحل بزاف لأن مكنخدمش كحل مثلا كلون بوحديتو، كندخلو مع ضروري كندخلو مع شي لون. انا ما بغيتش نخدم على ديك الدرجه الغامقه ديال مثلا اللون الفيولي تزيدو مثلا الزراق وتحصل على ديك الدرجه قريبه للسواد. انا خدمت الكحل كي كنختصر به. هنا كدير ديك اللون البني مثلا، غدير الزرق مع الصفر مع الاحمر، غتحصل لواحد الدرجه اللونيه ديال البني، وغتزيد الزرق ولا تزيد، غادي تغمق الدرجه ديالها. غدير هنا دور الوان اكريليك. انا حيت هاد الطريقه هادي سهله، لان ما غنبينوش لي ديتاي ديال الوجه بزاف. تقدر دير غير لون ديال الطل مثلا داك البني بدرجه اغمق، ديرو جهه العينين وديرو من الجناب ديال في الودنين ومن الفم وحدد به، بحال غتعاود داك الكروكي بهاد البني هذا بحال اللي كندير هنايا. وهاد البني هذا راه دير الزرق مع الاحمر مع الصفر وتحصل على هاد الدرجه اللونيه ديال هاد البني الاغمق. انا في هذا العمل هذا راه درت الزرق مع الاحمر مثلا وتحصل على داك البنفسجي، وتزيدو الزرق تغلقو شويه ودير به ظل مثلا الوجه صغير ماشي وجه مثلا كبير.
هنا كدير كتزيد هذاك البني، كتزيد شويه ديال الاحمر والاصفر شويه ديال الابيض، وكتبقى تحصل لها الدرجه اللونيه الافتح هي اللي غدوز هنايا مثلا، لان هذه قاعده غتعمر الوجه بهذا اللون هذا مع هذه الوان اكريليك دغيا غتنشف. صافي انت عمر الوجه بهذا اللون واحد، او من بعد كتجي فوق منه لان الصبغه غتمشي فوق منه عاوتاني، غتغمقي ذاك اللون واحد شويه هو اللي تخدمتي به الوجه، وغدوزو في البلاصه تجيه النيف وتحت النيف وتحت العينين وفي الودنين وتحت داك الترازه مثلا، كدير واحد الطلال ايحاءات ديال واحد الطلال وصافي. انتما كيما راح تشوفوا هنا مع الوجه صغير غيبان قريب للبشره، وانت ديك الساعه كتبقى وتقدر دير كاع لون واحد بلا ما دير لا ديلال لا والو. هنا في هاد الكراب وجه صغير دير لون واحد هادي اللي درت بيه الوجه، وعاد دير داك اللون ديال الطل، وبدات دير دوك لي ديتاي تحت العينين مثلا والودنين والنيف. وهو غندوز به مثلا اليدين، هاد اليد ديال هاد الكراب اللي هنا هو نفس اللون اللي درت تما. هنا كتبقى تتحكم فيه غير بالبيض، كتبقى تزيدو البيض وكت صافي هادشي اللي كاين. كما قلت لكم هنا غيكون غير رسم تبسيطي ورسم سهل وبسيط، باش المهم الانسان يستافد ويشوف الطريقه ديال. ولا بغينا مثلا كان عندنا شي طلب ديال شي قراب ولا شي حاجه، وكنا يمكننا نخدموه باكثر دقه ويكون يبان مزيان ويبان احسن حتى من هذا الشيء هذا، على حساب هذا فيديو كنبسطو فيه الامور صافي. حتى كتكون فنان كتبقى تتحكم في المستويات ديالك، مثلا كتعطي واحد ملي كتكون كتبسط وكتشرح انك كتعطي الاساس، وملي كتبغي تكون عندك شي عمل فني خاصو مثلا تصايبو ويعجب الناس، داك السيد مثلا اللي طالبو شي حاجه، ديك الساعه راه كتظهر دوك المهارات ديالك وداك الشيء كامل. هنا قلت لكم انا داك البنفسجي مثلا الا بغيت نديرو ظل هنا بدرجه اغمق، هنا انا ما كي كنبغي نختصر، انا درت الاحمر مع الكحل باش حصلت لواحد الدرجه بني، جيت لي نيشان مثلا اختصرت المسافه وتعطيني اكثر تركيز. غير يعني هاد الالوان ديال الاكريليك راه كاين شويه هاد الالوان هادو، هاد الاكريليك بالاخص هاد النوع هذا ديال اللي خدمت بيه هاد الطابلو، هذا ما عمرني خدمت بيه، اول مره غنخدم بيه، كنخدم بالاكريليك اخرى ولكن هادي نوع اخر لقيتو وشريتو قلت رانا نجربو، اول مره غنخدم بيه. هنا كتبقى تغمق درجه اغمق، انا راه كنزيد الزرق والاحمر، الزرق والكحل مع الاحمر باش نحصل قلت لكم باش نختصر، وفي نفس الوقت كنهز داك الصفر وكندير دوك الزواق اللي كتكون داك الطربوشي، كنحط داك الشيء دوك الالوان اللي لاحظتو هنا اي كنهزهم كنحطهم تما مثلا الزراق. ودا كاين واحد النوع كما كتشوفوا هنا في التصويره، داك الطربوش مزوق شويه، غنبقاو نزوقوه بطريقه مثلا دير لك بوبيتي، ما كاينش زعما هنا شي قاعده ولا شي حاجه. وهنا الخلفيه راه غنصبغها بالبيض، عفوا غنصبغها بالكحل كما كتشوفوا هنا، وغنديكراديها بواحد شويه ديال الاوكر شويه ديال المارو. بالنسبه للاصدقاء الناس اللي كيرسموا وبغاو يوريوني الاعمال ديالهم مرحبا، لا راه عندي الانستغرام كاين الواتساب اللي بغاو يوريوني الاعمال ديالو مرحبا، شوف مثلا شنو كيرسم وشنو، مرحبا باي واحد مرحبا به، واي استفسار مرحبا بالجميع، الا بغى شي حاجه وشي معلومه في الفن قلت له مرحبا كاين حتى مشكل. كنبقى ندوز هنايا راه غادي ندير واحد شويه ديال الزرق مع شويه ديال الاحمر مع شويه ديال الابيض باش نحصل على هذا اللون هذا اللي غندير به بحال دوك الثياب اللي لابسه داك الكراب تحت من ديك اللبسه اللي حمراء. غترسى هنا ما كاينش، ما غاديش نركزوا بزاف على دوك الالوان مثلا، هنا تكون الى مسات وصافي، المهم غنحصلوا على واحد الشكل ديال الكراب. هنا غنزيد هاد الاحمر لكم، هاد الالوان هادو اكريليك هادو يلاه جبتهم ما عمرني خدمت بهم، هادو يبانوا ليا كاينين، دزت لواحد في الشارع كانت ديت بانت لي واحد المكتبة دزت لعندها غنسولهم على واحد الشيتات، هما يبانوا ليا هادو وانا ناخذهم من عنده. هنا راه داك التياب غتكون بالاحمر، هنا راه تزيد داك الاحمر تزيدو شوية ديال الزرق غتحصل على واحد بنفسجي شوية اغمق، انا هنا كنزيدو الكحل ضروري كندخل الكحل فيهم باش كنحصل باش كنربح الوقت باش كيولي عندي التركيز في اللون، مثلا الظل كيكون باين مزيان. ومن بعد الديلا اللي درت راه غادي نرجع واحد المرحله وغنعاودهم عاوتاني، بحال هاد الالوان اللي كندير هنايا قاعده بحال هاي كنعمر بهم الاطوال، كتبقى هاد المرحله هكا. انا راه حطيت الالوانات فوق الاطوال هنايا بالجنب ديال الكره باش تشوفوا بان لكم داكشي اللي كندير.
كنبقى ندير دوك الطلال هنايا لا بغيتي تخدم من التصويره هنايا مزيان كتقرب شويه الملامح وداك الشيء، الا خدمتي من راسك راه مزيان، راه الطريقه ما كاين حتى مشكل، غير التصويره كتخليك تاخد الابعاد وتاخد الشكل وتاخد بزاف ديال الحوايج. هناك تكون التيه بغا يكون لابس هاد الكرام بالاحمر، كتشد داك الاحمر كتزيد شويه ديال الزرق كتحصل لواحد الدرجه لونيه اغمق، وراه يمكن تخدمو هذا مثلا الاحمر ولا شي حاجه. انا هنا راه زدت حتى شويه ديال الكحل مع داك الزرق مع الاحمر، يلا لاحظتوا راه كنهز شويه، انا كنغمق ديك الدرجه اللونيه في اللايس اللي فيهم الظلال مثلا، لان من بعد هاد الخلفيه دي كامله غنصبغها ب غندير الكحل مع الصفر بحال اللي كتشوفو هنايا، وغنهرسها بداك الاوكر مع شويه ديال المارون. هنا الفيديو بغيت نوريكم هاد مثلا النسيجية ديال المغرب، هاد الانواع ديال المواضيع، هادو مزيانين، هادو مثلا حتى من ناحيه اللي بغى يرسم وبغى يبيع الاعمال ديالو شي حاجه يكون هاد المواضيع مقبوله، عكس مثلا الطبيعه، الطبيعه كتكون مثلا قليل الطلب ديالها، هي مزيانه ولكن قليل الطلب ديالها. مثلا رسام اخر تقدر تكون عنده منظور اخر على حساب رسام وكيفاش داير، مثلا شي رسام اللي كيرسم مثلا كحط الاعمال الفنيه ديالو وما كيبغيش يبيعها ولا شي حاجه، داك عنده هضره اخرى، ولكن رسام بحالي انا مثلا كيعيش من الارض ديالو، انا كنرسم حاجه اللي كتبعها. كنبقاو غاديين بهاد المرحله هادي، هنا غندير هذاك بحال الزيتي، واش ديت غير الكحل دزتو للصفر، وغندير به ديلار هنا في هذوك ديال دوك الاواني ديال النحاس مثلا، حنا ما نركزوش عليهم هنا، غير غنبينوهم بانه غيبان لينا راه قراب، صافي اللي شافو غيقول لك هذا قراب، هذا هو الشيء اللي كاين. ديكم الا بغينا نخدمو مثلا قراب بلي ديتاي ديالو راه نخدموه، غير هنايا كنديرو كنعطو فكره وصافي على الطريقه وشنو الالوان المستخدمه مثلا، داك اللون مثلا تخرج به، وديرو شي فيديو اخر عاوتاني كيفاش دوك الالوان ديال النحاس وكيفاش تصايبوهم وقادوهم على حساب موضوع كيجيب موضوع. هنا داك اللون اللي درت له داك الصفر مع شويه ديال الكحل حطيته هنا مثلا كديلال، وكنزيدو شويه ديال البيض، هو كنبقى ندير لمسات هنا في دوك الجنابات وداك الشيء باش كتعطينا ايحاء بانه راه انعكاس ديال الضوء على دوك الاواني ديال النحاس وداك الشيء ديال القراب. طيب هذا هو الشيء، هذا هو الهدف اللي كنبغيو نوصلو ليه هنايا. وكتبقى عمليه ديال تمرير دوك الظلال اللي درنا الاحمر درنا معاه الزرق، هنايا انا باش نحصل على واحد الدرجه اغمق درت معاه شويه ديال الكحل، هاد الكحل ما نديروش بوحديتو مثلا، حتى لو بغيتي تخدم الكحل مثلا راه كدير غير داك الزرق مع الاحمر حتى كتحصل على واحد البنفسجي، وكتزيدو الزرق كتزيد تغمقو، وتقدر تزيدو الخضار، تقدر تزيدو بزاف ديال الالوان، حتى كيولي فيه واحد غادي للسواد، ماشي كحل ولكن اسود. صافي هنا دوك الوانات اللي درناهم في التياب ديال هاد الكراب هذا يكونوا بواحد اللون اقل درجه ديال اللون الظل، كنزيدو نفتحوهم وكنبقاو نهبطوهم تما، هذا هو السلسله ديال اللمسات اللي كاينه هنا. وكترجع عندك الوجه مثلا عاوتاني وكتبدا تحدد دوك المعالم، تغمقي داك اللون شويه وكتبدا تعيط، ما ديرش مثلا الكحل في الوجه ودير، هذا هو الشيء اللي كيكون شويه غيخسر لك العمل الفني. هنا ديك اللحيه بالابيض كتشد شويه ديال الزرق، غنزيدو شويه الكحل هنايا مع الزرق مع شي شويه ديال الاحمر، وغنديرو مع الابيض، ونحصل لواحد الدرجه مثلا بحال ظل ديال ديك اللحيه البيضاء اللي غتجي من بعد. كما قلت لكم هنا هذاك اللون ديال داك البني كنعاود نزيد نديرو في العينين ونديرو في الجنابات، وانا واخا اللون ديال الاكريل كيكونوا نشفو دير فوق منه من اللون راه ما كاينش مشكل، وخد شي سرقيقه وبدا تحدد ودوز داك الشيء وبينوك التجاعيد الا بغيتي تبينهم، ولا حيت مثلا بلاكريليك تخليه كاع تنشف وعاد شد لون مثلا درجه اغمق وبقى دوزو فوق داك اللون، وغتبقى تحدد به التجاعيد وغيبان لك داك الفرق ديال اللمسه في هاد العمل الفني.
كما كندير انا هنا دابا، هذه عملية لكم هي اللي كندير هنايا، كنبرزلو في الملامح ديال داك الكرا مع هو الوجه صغير الطابلو صغير، ما غاديش تركزوا عليه بزاف. المهم انا عطيتكم فكرة، انا بديت معاكم العمل الفني من البداية الى النهاية، كيفاش درنا تراسي هنا، كيفاش لوناه، كيفاش تسهل من المراحل كلها من الاول حتى الاخر. كنبقى غادي بنفس العملية كليكم، هكا ترجع لك الملامح وكتعاود تغمقهم بداك اللون هو النيت وكتغمق. ويمكن لك دير مثلا غير الصفر مع شوية ديال الاحمر كتزيدهم الابيض، ولا عندك واحد الصفر مثلا اوكر كتزيدو شوية وكتحرك داك الشيء، وكتشد مثلا الكحل مع شوية ديال البيض حتى كتحصل على واحد الكري، وكتزيدو في هذاك اللون غيهرس لك هذاك اللون، غيعطيك واحد الدرجة مثلا ديال الظل ديال الوجه. انا مثلا راه كان هاد الطربوش ديال الكراب بقى واحد الجهه ما جات ما مناسباش مع الجنب، بحال الا ناقصه شويه، حنا زدنا هنايا واحد شويه باللون. قلت لكم هنا الاخطاء، الا خطاتي ماشي مشكل، غادي كتخطا وكتعاود وكذا، ولا بانك شي حاجه مثلا طالعه كتهبطها، بانك شي حاجه هابطه كتزيد تقاده، صافي هادشي اللي كاين، انت كيسالي العمل الفني. انا غنحيد هادوك اللوانات اللي كانت درت، لاني غنصبغ ديك الخلفيه ديال لاطوال. انا عطيتكم فكره ديال الاساس ديال الوجه وداك الشيء اللي مهمه، دابا غنحيدو هذوك اللوانات وغادي نصبغ هاد لاريير بلو هادي كامله اللي هنايا، هاد الخلفيه اللي مور الكراب غادي نصبغها. غندير انا هنايا الكحل درتو مع الصفر، وهاد اللون هذا انا ما خليتش كحل مثلا، غندير هنايا بهاد الشيء تاع هاد الشيء ترى بلا هادي راه موجود هاد الشيء تاع فيديو سام تما، غندوزو على كامل داك الكراب من اللور، باش من بعد بحال الا قلت لكم انا دلوان درتهم غير ارضيه مثلا غير عمرت بيهم، ومن بعد غنجي انا كون ما كانش مثلا الفيديو مثلا تعليمي ولا موجه للناس هنا في القناه، كنت غادي نصبغ هاد لاطوال بالكحل مثلا مع الصفر ولا بمارو غلاق ولا بشي لون، المهم لون غامق، وغنجي وغنخدم نيشان فوق منها ملي غتنشف غنخدم فوق منها مثلا هاد القرابه هذا، وغتجيني ساهله وتجيني مزيانه. انا بغيت نعطيكم، بتمشي معاكم دقه دقه مرحله بمرحله، تشوفوا طريقه التخطيط وتشوفوا كيفاش درنا وكيفاش درنا باش تعرفوا شنو كاين. انا كما قلت لكم بحال هذوك الالوان بقاو غير قاعده، انا غنرجع ليهم عاوتاني حيت هما هاد لاكريليك هادي راه نشفات، شو الورد ديالك يولاو دايرين، هادي ما عمرني خدمت فيها، نتيجر نجربها. وكان هاد الفيديو هذا وانا جربتها معاكم، انا غنعاود نغمق دوك اللوانات اللي درت ديال الطيلان بلون عاوتاني اغمق صافي، وغنعاودهم هنايا وغنخلي غندير غير الطيلان مثلا هنا، ومن بعد باش عاد نحط اللون الاحمر مثلا يجي شاعل ويجي باين بحال هنا اللي في التصوير. ديما الظل هو اللي غيبين لنا الاضاءه، وهذوك الاواني ديال النحاس الا شفتو راه مركزتش عليهم بزاف، راه حطيتهم تما وصافي، المهم تعطينا ايحاء بانه راه قرب. فرج عليهم تما نقادهم شويه، ولكن ما غنركزوش عليهم بزاف. دونك كنبقى غادي بهاد المرحله هادي، كندخل دوك الالوان ديال الطلال داك الثياب ديال، انا الا لاحظتو هنا غنزيد واحد الدرجه ديال الاحمر، هذا الاحمر بوحديتو مع حتى شي حاجه، غادي نمرو كاع دوك البلايص اللي فيهم الاحمر صافي، غنمشي مع القراب كامل مثلا. هنا غنجي الوجه ديالو مثلا، وغادي نبدا نبرز دوك الطيله اللي درت في الاول، انا بغي نوضح الوجه هنا، معاك لكم الوجه صغير ما ركزوش عليه بزاف، ولكن غنحاولوا نوضحوه شويه وصافي. هذوك اللوانات هما نيت كدير شي ترقيقه وكتبقى تبرزهم داك البني، انا حيت الوجه صغير ماشي مشكل، كان شي وجه كبير اللي غنديروا ليه الطلال مثلا واحد التدرج لوني ديال الطال، ودير فيه واحد ثلاثه ديال الالوان ولا جوج ديال الاضاءه عاوتاني، هنا داكشي بسيط وسهل وصغير ما غاديش نركزوا. نفس اللون عاوتاني هنا كنجي نحدد به دوك الاصابع ديال الكراب، انا راه الطابلو كيكون مايل هادشي علاش كيبان هكا، حيت الا حطيت انفاس ما عنديش كيفاش ندير الرسم ونوريكم الفيديو،
فانا كنحطو هكا جنب باش كنشوف شنو كندير مثلا. وهاد القراب راه من الموضوع المواضيع المعروفة بزاف في المغرب، واللي رسموها فنانين من كاع الفنانين اللي جاو المغرب كانوا هنا، كلهم رسموا هاد الموضوع ديال القراب. صافي كنبقاو غاديين هنا، كنبرزو دوك الملامح ديال هذاك القراب كما كتشوفوا هنايا بدرجة أغمق بداك اللون اللي كنا درناه، وهنايا الإضاءة عاوتاني، وكنبقى نداخل دوك اللوانات ما حتهم باقيين ما ناشفينش. وهاد اللون ديال الوجه مثلا خدمت فيه الوجه هنا، كنزيد شويه ديال الابيض في لاباليت، وكتبقى دوزو في البلايص اللي ضارب فيهم الضو. هنا الطابلو صغير ما غاديش نركزو عليه بزاف. هنا راه درت غير الابيض في داك اللون ديال اللي خدمت بيه هاد البورتري هذا، هاد الوجه زدت شويه ديال الابيض في لاباليت، كنميلونجي مزيان، كنحصل واحد اللون وردي مثلا افتح، وكنبدا ندوزو في البلايص اللي ضارب فيهم الضو. نفس العملية اللي كندير في الوجه راه هي اللي كندير في الثياب، هي اللي كندير في كل شيء. القواعد مثلا تعلموها في رسم الطبيعة راه هما اللي كتوظفهم كديرهم هنايا في أي حاجة بغيتي ترسمها. كاين قاعدة القواعد هي وحدة، ولكن المواضيع كتختلف، فأنت كتطبق نفس القواعد على كل أي موضوع بغيتي ترسمه. هذه كدير الضوء والظل مثلا. هنا انا غنديرو دوك الزواق اللي كاين عند داك القراب، يكون عنده في ديك الترازه ديالو داك الشابو اللي يكون داير، كيكون فيه واحد الزواق، حنا نديرو غير لمسات هنا ونعطو ايحاء بانها راه كاينه مثلا واحد الشيتا بلان هيا ولا شي حاجه، وكتبدا تخدم اللمسات ديالك. تقدر دير لورونج، تقدر دير الصفار، تقدر دير الخضار، الفيرفليو، اي لون مع كل قراب شنو كيكون داير، ماشي ضروري كاين واحد اللون مثلا لون محدد، غير اللبسه كتكون اغلبيه عندهم بالاحمر. انت كتجيب التصويره وكتحاول تقرب لها 51%، راه مزيانه، ماشي ضروري انك تجيبها 100%، 51% وبركه كيبان لك العمل الفني بدا كيبان. صافي راه كتبدا ديك الساعه كتنتقل لعمل اخر عاوتاني، والمستوى كيتبدل. ومثلا غادي ترسم شي عمل فني رسمتيه دابا مثلا، هذيك اللي غترسم من موراه غيجيك حسن من هذاك اللي رسمتي قبل وانت غادي هكا. اي عمل فني غترسمو غيجيك حسن، غيبقى يبان لك الاولين فيهم الاخطاء وفيهم بزاف ديال الحوايج، وداك الشيء اللي استفدتي غطبقو في العمل الفني، وهي جايه هكا كيتغير المستوى ديال الارتيست. هنا هاد اللوانات هادو مثلا راه كنديرت واحد، زدت واحد اللون ديال الاوكر صفر هنايا، وكنشد غير الصفر العادي، كنزيدو شويه ديال الكحل، كنعقد كنحصل على واحد الزيتي. الزيتي هو اللي درت بيه هادو ديال النحاس مثلا في دوك الطلال، كيما قلت لكم حنا ما نركزوش عليهم بزاف، غير غنبينوهم شويه وصافي. وغادي نفوتوهم، لان يعني الاساس هو بغيت نعطيكم الفكره مثلا، تشوفوا كيفاش الطريقه اللي بغى يرسم الانسان تقدر تفيدو هاد. المهم كلشي مزيان، على اساس ويستافدوا الناس كما قلت لكم، اللي كيرسم اصدقاء اللي في القناه وبغى يوريني شي عمل فني ديالو مرحبا. ايوا تي مرحبا، انا موجود، اي معلومه نعطيها لخوتي مغاربه واي حاجه استفسار انا موجود. هنا غادي نبين هذيك اللحيه اللي درت لها القرابة. انا هاد القرابه كلهم اغلبيه كاع القرابه اللي رسمت كلهم كندير لهم لحيه بيضاء، كتعجبني هذيك اللحيه بيضاء وداك القراب وهذا الشكل، ما كنديرش دري صغير مثلا بلا لحيه بلا والو وقراب، كيعجبنيش، كيعجبوني هاد الرجال اللي عندهم لحيه بيضاء وقراب، كيجي واحد الشكل كيجي فيه شكل زوين، النظره كتجي زوينه. هادي هذا انا كرسم الناس دايرين اللحيه بزاف.
هنا كنبقاو نزيد دوك الاضاءه كما قلت لكم. هذاك اللون اللي خدمتي بيه الوجه حصلتي له واحد الغوز بورتري، واحد اللون وردي ديال البشره، كتبقى تزيدو كتزيدو البيض. وانا يمكن لك تدخل الاورانج مثلا في هذا الوجه، تدخل الزراق، تدخل الجري، تدخل الفيولي، دير لمسات مثلا، حتى تشي كيصب في مصب ديال لار مودرن مثلا. الا خرجتي على داك المألوف راه غتدخل غير في مدرسه اخرى، ما غاديش تمشي شي بلاصه بعيد. كتخرج مثلا من المدرسه وتدخل المدرسه، هادشي اللي كاين. هنا داك اللون ديال الظل اللي كان درت في الاول، قلت لكم شويه ديال الزرق مع شويه ديال الكحل مع شويه ديال الاحمر، درتو ظل ديال اللحيه، كنزيد فوق منه الابيض صافي. وكنحط مجرد ما كتحط اللمسه غيبان اللحيه راه الظل ديالها. وكنبقاو غاديين في هاد اللمسات ديال الاضاءه. انا كتبقى غير لمسات ديال الاضاءه هي الاساس هنا. وكان هاد الفيديو اني يعطيكم فكره مثلا كيفاش دير التخطيط. التخطيط راه ساهل، كدير غير دائره صغيره كتحدد بها الوجه صافي، وكتهبط داكشي متناسق ديال الكتاف وانطلاقا من واحد الصوره. ما كاينش شي حاجه ولا خطأتي عاود، راه ما كاينش مشكل. هذا هو الفن، راه فنان كبار وكيدير مثلا عمل فني وكيبان له داكشي ما بقاتش، وكيحيد جهه وكيزيد جهه، هادشي اللي كاين. هادشي غير ما كيكونوش دايرين فيديوهات مثلا وكيبينوا هادشي هذا. ومع المده والممارسه كيولي الانسان كيميتريزي داكشي مزيان، كيحط داك البيرسبكتيف، داكشي مقاد وهذاك. مع الممارسه كتجي هادشي، والشوفه كتطور ديال العين، كتبقى تشوف بزاف ديال الحوايج. هادشي كيجي مع الممارسه. ديكم هنا كنبقاو نزيدو دوك اللمسات ديال الاضاءه في هاد الطابلو كامل ديال كنشوف واحد التصويره مثلا. كنحط لكم حنا ناخذ واحد 50% مثلا، ماشي شرط اننا نحطو هاد الكراب كما هو مثلا. الا في حال الا كان مثلا شي طلب، مثلا شي واحد بغى شي قراب مثلا، بغى يكون بواحد المواصفات، داكشي كتصايبو ليه مثلا. كتكون فنان، كتكون انت عندك الامكانيه وعندك القدره انك تزيد في المستوى وتنقص من المستوى. انا كما قلت لكم غنهرس ديك الخلفيه اللي درناها بالكحل مع الصفر، وغنزيد هنا هذا اللون هذا ديال الاوكر مع واحد اللون بني. وغنمرر هنا غير لمسات هنا وصافي، ما غاديش نديرو شي حاجه كثيره صافي. نهرسو داك اللون مثلا، وغادي نحطو هاد العمل الفني، غيكون سهلة. وتحية للأصدقاء جميعا في هاد القناة هادي، واللي كيديرو لنا تعليقات زوينة وكيشجعونا وكيعجبهم هاد المحتوى هذا. تحياتي لهم جميعا، وتبارك الله عليهم. وأي استفسار وأي حاجة راه مرحبا، أنا راه موجود.